إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في هذه الأمسيات الرمضانية ونتحدث الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن ثمرات الصدقة. هذه الثمرات تكون جانب منها في الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى يبارك للإنسان بسبب الصدقة في الدنيا قبل الثواب في الآخرة، يعني تعود الثمار في الدنيا قبل ثواب الآخرة. أولا نتحدث عن فوائد الصدقة في الدنيا. من هذه الفوائد أن الصدقة دليل على صدق إيمان صاحبها وقوة يقينه وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصدقة برهان، فهي برهان على صحة إيمان العبد وتصديقه بموعود الله سبحانه وتعالى ووعيده وعظيم محبته له. يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون، يعني حصر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين في هذه الصفة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن من أهم صفات المؤمنين أنهم ينفقون مما رزقهم الله ومما رزقناهم ينفقون. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني الله عز وجل بدأ إليه بقول آمنوا بالله ورسوله، ومن ضمن الإيمان بالله ورسوله أن تنفقوا مما جعلكم الله عز وجل مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وأنفقوا لهم أجر كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على النفقة في العسر واليسر. والأمر أو الثمرة الثانية من ثمار الصدقة في الدنيا أنها أي الصدقة بوابة لسائر أعمال الخير، بوابة لسائر أعمال البر. يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كلمة البر حينما يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كلمة البر هي لفظة تعم جميع أعمال الإحسان وتشمل كل خصال الخير. يعني لما تسمع كلمة البر فبتشمل جميع أعمال الإحسان وتشمل كل خصال الخير. ولما سمع أبو طلحة رضي الله عنه يعني قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحى. وبيرحى هذه كانت يعني حديقة أو بستان لأبي طلحة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل هذا البستان يستعذب ماءه، يعني يشرب من مائه ويستظل بشجره، وكان قريب يعني من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول له البستان ده أحب أموالي إلي يا رسول الله، وأنا أريد أن أنال البر فسأجعله صدقة في سبيل الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيه وأرى أن تجعله في الأقربين. الشاهد أن الصحابي الجليل لما سمع قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أراد أن يترجمه إلى واقع عملي، فتصدق ببستانه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ثمار الصدقة في الدنيا أنها طريق للظفر بمحبة الله ورحمة الله ورضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بقول إن الله يحب المحسنين. يقول السعدي وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان بالمال، يعني جميع أنواع الإحسان يشملها قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله، يعني الذين يحبون الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. ومن النصوص الدالة على أن الصدقة دافعة لغضب الله ودافعة لسخط الله سبحانه وتعالى وجالبة لرضوان الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى في الثلاثة الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم، في نهاية الحديث قال الملك للأعمى: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. يعني الله سبحانه وتعالى رضي عنك لأنك أنت أردت أن تنفق من مالك، والله سبحانه وتعالى رضي عنك، وسخط على صاحبيك لأن كان كل واحد فيهم قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي، ومنع يعني الأموال أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ثمار الصدقة علو شأنها ورفعة منزلة صاحبها. ذكرت من قبل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وهذه الرفعة للصدقة تشمل صاحبها فهو بأفضل المنازل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس في الدنيا منقسمون على أربعة أقسام: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللي عنده المال والعلم فهو يعمل بماله في طاعة الله فهذا بأفضل المنازل، طالما عنده العلم، مش شرط يكون عنده علم فيصبح مثلا إمام من أئمة الدين أو فقيه من الفقهاء، لكن على الأقل عنده العلم الذي بسببه يقوم بالطاعات ويبتعد عن المعاصي، يعني عنده ثوابت الدين ومبادئ للدين، وعنده المال الذي ينفق منه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فبيقول صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. وصاحب الصدقة هو صاحب اليد العليا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وأيضا من ثمار الصدقة أن الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام. يعني تخيل مثلا إنسان حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى أو يحفظ القرآن الكريم كاملا ويقوم به طول الليل، ليس في رمضان فقط وإنما في كل أيام العام، الذي ينفق والذي يتصدق بمنزلة قارئ القرآن الذي يقوم به. أن هذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء الليل وأناء النهار. وأيضا من ثمار الصدقة، وهذه هي الثمرة السادسة من ثمار الصدقة في الدنيا، عظم أجرها ومضاعفة ثوابها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، في سورة الحديد. الله عز وجل وعدنا بالمضاعفة، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولما نزلت هذه الآية اللي في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح الأنصاري، يعني انظر إلى تطبيق الصحابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. ذكرت من قبل كيفية تطبيق أبو طلحة لقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والآن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ففي صحابي جليل اسمه أبو الدحداح الأنصاري قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض، يعني هل الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقرضه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح للرسول صلى الله عليه وسلم: أرني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال أبو الدحداح: فإني قد أقرضت ربي حائطي، يعني بستاني، يعني بقول له الحديقة أو الفرمة اللي عنده والمزرعة اللي عنده أنا أعطيتها لله سبحانه وتعالى. فيقول ابن مسعود: وكان هذا البستان فيه 600 نخلة، يعني بستان كبير ومزرعة كبيرة، ومع ذلك تصدق بها كلها في سبيل الله عز وجل مرة واحدة. ولما ذهب ووجد زوجته أم الدحداح في الحائط أو في البستان، فقال لها: اخرجي، يعني هذا الحائط أصبح ليس ملكا لنا، لقد أقرضته لله سبحانه وتعالى. فقال زوجته: ربح البيع يا أبا الدحداح. يعني تخيل الزوجة
سبحان الله على نفس قلب زوجها، هو أقرض البستان لله سبحانه وتعالى، والزوجة حينما قال لها اخرجي منه لقد أقرضت لله سبحانه وتعالى، فما كان منها إلا أن سمعت وأطاعت، وفي نفس الوقت بتحصل على نفس الأجر وعلى نفس الثواب طالما عندها نفس الإيه؟ نفس نية زوجها. إذن يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وسمى الله سبحانه وتعالى الصدقة قرضا تأكيدا لاستحقاق الثواب، وعلل ذلك ابن القيم رحمه الله بأن قال الباذل يعني الذي يعطي الصدقة، يعني متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد. أنت مثلا في فرق بين الصدقة والقرض، الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله، فأنت تقرض يعني أنت لما تقرض إنسان يبقى أنت عارف أن هذا الإنسان سيعيد إليك مالك، هذا اسمه إليه القرض. لما واحد مثلا يأتي إليك ويقول لك أقرضني، فأنت تقرضه تعطيه قرضا، هذا بسبب القرض. فهل أنت تقرض الله؟ فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول الباذل يعني الذي يعطي متى علم أن عين ماله يعني أن المال سيعود إليه ولا بد طوعت له نفسه أو طوعت له نفسه وسهل عليه إخراجه، يسهل عليه إخراج المال لأنه عارف أنه سيعود إليه. فإن علم أن المستقرض يعني الذي أخذ منه المال، فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن، يعني أنت الشخص اللي تديله الأموال لو أنت عارف أنه ملي يعني عنده أموال ومحسن ويستطيع الرد، كان هذا أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يعني الذي سيأخذ منك المال يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أن مع ذلك أو فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده بعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل أو الشح أو عدم الثقة بالضمان. إلى هنا انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فالإمام ابن القيم بلخص موضوع يعني معنى قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله، يعني بيقول لماذا الله سبحانه وتعالى سمى الصدقة قرض. يعني خد بالك كأنك بتقرض الله سبحانه وتعالى، أنت لما واحد بيقول لك فرضا واحد غني جاء إليك وأنت يعني أفقر منه بكثير، لكن هذا الغني احتاج إلى مال مثلا عشان صفقة أو عشان تجارة ولا شيء، فجاء إليك أنت المفروض أنك أنت إنسان فقير بتفرح لأنك أنت هذا الغني جاء إليك يقترض، وأنت عارف أنه سيعيد إليك مالك وسيعيده إليك أضعاف مضاعفة، هو غني، فما بالك وأنت تقرض الله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله الإمام ابن القيم، بيقول يعني الكلام مرة أخرى الباذل يعني الذي يعطي اللي هو المتصدق، يعني الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد سهل عليه إخراج المال. فإن علم أن المستقرض الذي يأخذ منه المال ملي وفي محسن، كان هذا أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده بعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل أو الشح أو عدم الثقة بالضمان. يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. والقضية مرتبطة بالإيمان ومتعلقة باليقين، قال الحسن البصري من أيقن بالخلف جاد بالعطية، يعني أو من أيقن بالخلف، يعني من أيقن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه جاد بالعطية، يعني نفسه تجود بالعطاء ونفسه تجود بالصدقة لأنه تيقن أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. وأيضا من ثمار الصدقة مباركتها المال وزيادتها الرزق، قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال عز وجل في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، يعني هؤلاء الذين ينفقون ويتصدقون
هؤلاء يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يربي الصدقات ويتاجر لهم بهذه الصدقة، يرجون تجارة لن تبلغ. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول السعدي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء، نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك فهو تعالى يخلفه. يعني حتى ولو كانت نفقتك على أقاربك وأرحامك أو على أهل بيتك أو على جيرانك أو على أهل الحي الذين تسكن معهم، فالله سبحانه وتعالى يخلف عليك هذه النفقة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم. والصدقة غاية في الشكر، أنك أنت حينما تتصدق فهذا شكر لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يزيدك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. هذا حديث قدسي، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. يعني طالما الإنسان بيتصدق فالله سبحانه وتعالى ينفق عليه وينمي له. ما فتح رجل باب عطية، يعني طالما أنه يعطي، ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، يعني رب الذي ينفق أخلف عليه، وأعط ممسكا تلفا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول فيه أن رجلا كان يسقي، كان يعني في مزرعتي، فسمع صوتا في السحابة يا سحابة اذهبي واسقي حديقة فلان. فذهب هذا الرجل إلى الرجل الذي سمع اسمه في يعني أو الذي سمع اسمه، لما إنه سمع صوت بيقول يا سحابة، الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح اذهبي واسقي حديقة فلان. فذهب إلى صاحب هذا المكان وبيسأله وبيقول له والله أنا سمعت صوتا في السحابة أن تأتي إلى مزرعتك وتسقي هذه المزرعة، فماذا يعني ماذا تفعل في أرضك؟ فقال له والله أنا يعني أنظر ما يخرج منها وأقسمه ثلاثة أقسام، قسم أنفقه على نفسي وأولادي، وقسم أعيده في الأرض مرة أخرى، وقسم للفقراء والمساكين. فتخيل أن هذا الرجل طالما أنه تاجر مع الله سبحانه وتعالى وجعل قسم للفقراء والمساكين في مزرعته أو في ماله، فالله سبحانه وتعالى بارك له في هذا في هذه المزرعة وفي هذا المال. ومن ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم عليها، رغم أن الرسول لا يحتاج إلى قسم، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، وذكر منهن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة. يعني من الممكن أنك أنت تراها تنقص في من وجهة نظرك، يعني مثلا أنت معك 20 يورو وأنفقت منها 10 يورو مثلا صدقة، فتقول والله ده نقصت، لا هي نقصت من الناحية النظرية، لكن من الناحية الربانية لا، ده في بركة، سواء بركة في صحتك الله سبحانه وتعالى سيخلفه عليك، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في سيارتك وإيه وهكذا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ومن ثمار الصدقة أنها وقاية للمتصدق من البلايا والكروب. يعني الإنسان الذي يتصدق ويكثر من الصدقة الله سبحانه وتعالى يقيه من الوقوع في الآفات والمهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والمهلكات. وأيضا الصدقة تحفظ البدن وتدفع عن صاحبها البلايا والأمراض. يا أخي بتاع بيتحرك مبدأ. الصدقة تدفع عن صاحبها البلايا والأمراض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم كل سلامة عليه صدقة، يعني كل عضو من أعضاء الإنسان أو كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه ليه الشمس. فهذه الصدقات لما بيتصدق بها الإنسان المفاصل هذه 360 مفصل، يعني إذن عليه 360 صدقة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلزم من ذلك ركعتان يركعهما من الايه من الضحى. وايضا من ثمار الصدقه تخليتها النفس من الرذائل وتحليتها للنفس بالفضائل. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون.
وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذ في قول الله سبحانه وتعالى تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية من الرذائل والذنوب والأخلاق السيئة، وفي قوله سبحانه وتعالى وتزكيهم إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات والأعمال الصالحة، كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. والذي أبان الله سبحانه وتعالى فيه بأن الصدقة سبب لنيل الخيرية وطهرة للنفس من الأدناس وتخلية لها من الرذائل. أيضا من ثمار الصدقة أن فيها انتصار للعبد على الشيطان. الله عز وجل يقول في سورة النساء في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فأنت حينما تتصدق فتنتصر على نفسك الأمارة بالسوء وتنتصر على شيطان. أيضا من ثمارها سعة صدر صاحبها وانشراحه وتيسير أمره. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وصدق بالحسنى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول السعدي: أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أموره في الحياة. فأما من أعطى يعني تصدق واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن ثمارها أيضا، أي من ثمار الصدقة، سطرها عيوب العبد واستجلابها محبة الناس وحمدهم ودعاؤهم له. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأيضا الصدقة توفي نقص الزكاة الواجبة. يعني فرضا أن كانت عليك زكاة مال، لابد أن نحن نفرق بين زكاة المال والصدقة. فأنت في زكاة المال ربما قصرت يعني، فالصدقة تجبر ما يحدث في زكاة المال من إيه؟ من نقص. كما أن صلاة النافلة تجبر ما يحدث في الصلاة من إيه؟ من نقص ومن خلل. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وإيه؟ وخسر. فإن انتقص الشاهد هنا، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني انظروا هل عبدي كان يتطوع، يعني هل له نوافل من جنس الفرائض. فيقوم الله سبحانه وتعالى بهذا التطوع أو بهذه النوافل منتقصة من فريضته. يقول صلى الله عليه وسلم: فيكون سائر عمله على هذا. وأيضا من ثمار الصدقة أن الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد، بل إن الجهاد بالمال أو النفق بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. فلقد اقترن جهاد المال بجهاد النفس في القرآن الكريم في 10 مواضع، 10 مواضع اقترن فيها جهاد المال بجهاد النفس، وجاء الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كل موضع. يعني في 10 مواضع الله سبحانه وتعالى قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد فقط قدم فيه الجهاد بالنفس، اللي هو في سورة التوبة، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم. يعني قدم هنا الجهاد بالنفس على الجهاد بالإيه؟ بالمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن في كل المواضع الأخرى الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ومن هذه المواضع مثلا على سبيل المثال في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وبعدين أنفسهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وفي سورة التوبة أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وفي سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، إنما هنا بتسمى عند علماء اللغة وعلماء البلاغة أداة حصر وقصر، أن الله سبحانه وتعالى قصر صفات المؤمنين الحقيقيين على من اتصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أنفق وبعدين قاتل، يعني قدم برضو الإنفاق أولا على ليه؟ على القتال. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وفي سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا في هذه المواضع الله سبحانه وتعالى يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ومن ثمار الصدقة نفعها المتعدي. دائما العلماء يقولون أن من أفضل الأعمال أجرا هي الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين، يعني الصدقة دي عمل يتعدى نفع الآخرين، يعني صلاتك مقتصرة عليك، صيامك مقتصر عليك، إنما الصدقة يتعدى نفعها للآخرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ومن ثمار الصدقة إدراك المتصدق أجر العامل، يعني أنت حينما تتصدق واحد يعمل فأنت تأخذ نفس ثواب الذي تصدقت عليه. فدلت النصوص الثابتة على أن صاحب المال يدرك بتصدقه وإنفاقه من ثواب عمل العامل بمقدار ما أعانه عليه حتى يكون له مثل أجره. ومن هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. طب انت يعني تاخذ نفس، يعني فرضا انت فطرت 20 واحد تاخذ اجر 20، فطرت 50 تاخذ اجر 50. يبقى اذا المتصدق بياخذ نفس اجر العامل، والامر شامل لجميع الطاعات. فمن اعان عليها، يعني من اعان على الطاعات كان له مثل اجر فاعلها. يعني الذي مثلا ينفق على بيت الله سبحانه وتعالى ويجعله دائما عامرا بالذكر وبالدروس ويجعل بيت الله سبحانه وتعالى دائما في فكره، فياخذ من اجر المصلين ومن اجر العباد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه هيأ لهم للمكان. وايضا من ثمار الصدقه ان الصدقه مطهره للمال. قال صلى الله عليه واله وسلم: يا معشر التجار، ان هذا البيع يحضره اللهو والحلف، فشوبوه بالصدقه. وايضا من ثمار الصدقه ان الصدقه في حال الصحه والقوه أفضل من الوصية بعد الموت أو حال المرض والاحتضار. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وأيضا يشرع إهداء ثواب الصدقة للميت، وهذا من باب أن نكون لموتانا أوفياء. ففي البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يعني لو الإنسان أراد أن يتصدق عن أحد من موتاه فالله سبحانه وتعالى يقبل منه. وأن الصدقة أيضا من أسباب دفع الخوف والحزن عن العبد وتحصيله للأمن. خد بالك أن الإنسان الذي يكسب من الصدقة ومن النفقة ده آمن من الخوف ومن الحزن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك الصدقة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز لصاحبها يوم القيامة. دي يعني كأنك تدخر هذه الأموال رصيد لك عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. صدقة التي تبقى، وما سوى هذا فأنت ذاهب وتاركه للناس. وأيضا الإنسان بيتمنى بعد الموت أنه يعود إلى الدنيا ويتصدق، وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والصدقة معروف أنها تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم:
الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ المغنى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن سقي كلبا، تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام البخاري، حديث رواه الإمام البخاري إن امرأة بغي لما خرج يعني سقط كلب، امرأة بغي يعني زانية عفوا، فغفر الله سبحانه وتعالى لما سقط كلبا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن سقي كلبا، فكيف بمن سقي العطاش وفطر الصائمين وأتى مثلا بالإزبيزة في السلة الغذائية، أو تصدق على بيت الله سبحانه وتعالى وجعله دائما عامرا بذكره وعامرا بقراءة القرآن الكريم. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني أصحاب المعروف في الدنيا الذين يتصدقون، ومن أصحاب المعروف الله سبحانه وتعالى يجعل لهم المعروف أيضا في الايه في الآخرة، ويتصدق عليهم بكرمه وبأجره وبثوابه. ومعروف أن الصدقة تظلل على صاحبها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي أو حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وهذا الأمر أيضا واضح في حديث 7 الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويقول صلى الله عليه وسلم أن من ضمن أبواب الجنة باب الصدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. فعلينا أن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن أولى صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فدائما الإنسان ينفق، لا سيما النفق على بيت الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله نحن يعني كما عودناكم، وده من العادات الطيبة ومن العادات الحميدة، دائما في يوم السبت نجمع لبيت الله سبحانه وتعالى، وده باب أيضا باب عظيم من أبواب الخير. يعني نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في شهر الصيام عندنا الصيام باب من أبواب الخير. أولا أدلكم على أبواب الخير، فنحن في هذه الدروس أنا عنونت لها من بداية رمضان، هذه الدروس تسمى بدروس أبواب الخير، تحدثنا فيها عن قراءة القرآن وعن الذكر وعن الرضا وعن الشكر، واليوم تحدثنا عن الصدقة وهكذا. فدي أبواب الخير، فالصيام باب من أبواب الخير، قراءة القرآن باب من أبواب الخير، إفطار الصائمين باب من أبواب الخير، الإنفاق على بيت الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الخير. فلا تبخلوا لا على أنفسكم ولا على بيت الله سبحانه وتعالى. لا أدري يعني هل من ممكن أن نجمع الآن ولا من بعد صلاة العشاء يكون أفضل يسمى الإخوة يكونوا بعد صلاة العشاء؟ طيب من بعد صلاة العشاء لا تنسوا يعني هذه الآيات القرآنية التي ذكرتها وهذه الدروس التي وهذه الأحاديث، يعني لأنك أنت ربما بعد صلاة العشاء تتناسى، ولا نقول درس ثاني بعد صلاة العشاء؟ طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.